برضه من الحاجات اللي ممكن تلاقيها بتشغل بال واذهان ناس كتير، الناس الاندر ويت زي حالاتي عشان يزيدوا يعملوا ايه، والناس الاوفر ويت عشان يخسوا. لا انت مش اوفر ويت خالص، لا يا فندم والله انت بعيده جدا عن الاوفر ويت حقيقي. يعني ده يعمل ايه وده يعمل ايه، ده يعمل ايه وده يعمل ايه. هو احنا في الاول لازم نجيب نعمل حاجه اسمها انبادي. الانبادي ده احنا بنشوف الوزن بيطلع كتله الجسم بالظبط قد ايه، بنشوف نسبه الدهون بتاعته، بنشوف نسبه العضلات، نسبه الميه. هو بيطلع شيت كده بنشوف منها كل حاجه، وبنشوف الرينج بتاعنا بيبقى موجود، النورمال رينج اوريدي موجود في الشيت بنحدد على اساسها. طيب لو حد اندر ويت المفروض ان هو يعمل ايه؟ اندر ويت ده المفروض ان هو ياكل اكل اكتر من السعرات بتاعته. يعني احنا بنمشي بمعدل السعرات، السعرات الحراريه، الكالوريز في اليوم. المفروض اشوف اصلا الحسبه بتاعتها بتيجي ازاي؟ يعني انا اعرف منين المفروض ادخل سعرات قد ايه؟ طيب هي في ايكويشن، لكن لو انا هتكلم على الشكل المهني يعني اللي انا بشتغل بيه، احنا بنجيب الويت اللي هو موجود دلوقتي، الويت الحالي، وبنضربه في 25. دي السعرات اللي المفروض ان انت تكون بتاخدها عشان تفضل على نفس الويت بتاعك ده اللي هو نفس الويت بتاعي في 25 تايمز 25 بالظبط كده. ده للراجل والست زي بعض، ده للراجل والست بالظبط كده. انا كده ما جيتش جنب واحد رياضي، انا بتكلم على شخص انسان عادي جدا، فبضربه في 25. حلو. طيب انا هحسبها معاكي بقى. اوكي بس ما تبصش وزني كام، بتحسب ما تشوفش وزني بقى، الكاميرا هتجيب هنا. اوكي ف 25 بالظبط 45,000 سعر حراري لازم يدخل كل يوم. طيب احنا لو احنا اندر ويت بنزود من 500 ل 1000. اوكي. من 500 سعره ل 1000 سعره في اليوم. لو احنا اوفر ويت بنقلل من 500 ل 1000. بس ما ينفعش لو انا هقلل، لو واحد بالغ يعني فوق 18 سنه ما ينفعش اقلله على 1200 سعره. سوري معلش. ده المينيمم. بالظبط كده 1200 سعره ما ينفعش ان انا اقلله عنها عشان مجهوده طول اليوم. بتختلف باختلاف الاعمار او السن. طبعا لو انا واحد اقل من 18 سنه انا ممكن اوصله لحد 1000 سعره، تمام ما فيش اي مشكله خالص، بس لازم احسب معاه منتجات الالبان عشان هو لازم ياخد البان، عشان هو في فتره الجراس بتاعته، فلازم يعني منتجات الالبان اكون حاسباها جواها. ده لو واحد اقل من 18 سنه 1000، لو واحد اكتر من 18 سنه 1200. بالنسبه لو شخص اندر ويت انا ما ينفعش ازوده عن 3000، عشان احنا كده يعني احنا ممكن ندخله في امراض حقيقي لو انا زودته عن 3000. الرياضيين ممكن اوصل لهم لحد 6000 سعره على حسب على حسب هو تمارينه عامله ازاي، هو بيشتغل يعني كم مره في اليوم، كم مره في الاسبوع، التمرين مدته قد ايه، اذا كان هو بيعتمد اكتر على الجهد العضلي قوي. طبعا بتوع كمال الاجسام غير كره القدم. بمناسبه كره القدم طبعا انا بتمنى النادي الاهلي ان احنا ناخد البطوله باذن الله ونرجع بيها حقيقي، تبقى البطوله التاسعه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله.